شوف جنابك شوف وليش هسه طلعهن ورا ما طلع التسريب الصوتي ماله؟ ويجوز ذكاء اصطناعي ويجوز صحيح يجوز ضغوطات لان هو بدا يتدخل في امور خطوط حمراء ما تجاوزها اللي قبله وهو تجاوزها اليوم ودزوا له رساله واستشعار بان انت تحت الذكاء الاصطناعي او قد تكون حقيقه واقعيه اليوم فقال لهم بس انا لعد علي وعلى اعدائي مشكله وين؟ المشكلة خربانة المشكلة اليوم وين؟ المشكلة اليوم هل من المعقول أن وصل المستوى في الحكم إلى هذا المستوى إلى هذا يعني رئيس هيئة النزاهة بالمناسبة رئيس هيئة النزاهة شنو اختصاصه؟ ترى مثل المحقق يجمع معلومات ويدزها من دز كل هاي المعلومات وشاف ماكو أمور وبدأ ينضغط عليه بهاي الأمور طلع بمؤتمر ولا أتسأله سؤال قل طلعت على شنو يعني؟ هل من المعقول أن قضية ليش طلع بمؤتمر ورا 6-7 ساعات من طلع تسريب صوتي يتهمه بأنه مبتز موظفين بالتسجيل العقاري بالعمارة مو أنا جاي أقول هنا جاي يقول أنا هو الرجل قاضي مو إنسان بسيط جاي يقول عندي قطعتين أرض وغيرها مثل ما تكلم هو يعني بما معناه لو ما متأكد ما يروح يقول عندي قطعتين أرض هو بما معناه وصل إلى حالة من ردة الفعل أن يتكلم وتكلم اليوم المهمة وين وهسه علي من؟ على اثنين على السيد رئيس مجلس القضاء مع الإشراف القضائي بالتحقيق بجميع الأمور إلى والضد اللي تكلم بها لحفظ هيبة القضاء لأن أنا أعرف صمام أمان اليوم الدولة العراقية القضاء صمام أمان القضاء هو ساد فاير القضية الأخرى الملعب الرخي المهزوز اللي هو ملعب منه مجلس النواب مجلس النواب يجب أن يترك جميع الأمور ويعقد جلسة أكو جمع تواقيع أكو جمع تواقيع هسه جلسة علنية وأنا أتمنى أن تكون جلسة علنية حتى نعرف البوغة وين مغارة علي بابا وين الأربعين حرام منو نور زهير منو مصر علني لا البلد 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 صار له فترة يمر بأزمات متلاحقة أنا وياك أنا وصفتها كدائرة لن تتوقف لازم 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 يلملموها لازم اسمع مني أحمد قطار نور زهير لن يتوقف وبي عربات في آي بي